السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم عندنا رحلة إن شاء الله إلى دولة الكويت، ومن ثم دولة الكويت بعد دولة الكويت إلى قطر، ومن ثم الرياض. وأسعد الله صباحكم بكل خير. مع بداية تغير الأجواء بدأت تتغير، سهيل أثر، مع ظهور السهيل تغيرت الأجواء، والحمد لله السنة تغيرات جميلة في المناخ. أول مرة أشعر في شهر أغسطس يعني الفجرية هذا الجو لطيف، والحمد لله. الساعة الآن 5:27 صباحا مع شروق شمس يوم الجمعة محرم 44 هجري. والله كريم، الله يسر أمورنا. إن شاء الله عندنا رحلة للكويت، والله يسر أمورنا. رحلة الكويت ورحلة اليوم الكويت وبكرة قطر إن شاء الله. وهذا إسكان الخبر. شاطئ العزيزية بالخبر. تبعد عن الدمام 150 كيلو، منطقة أبو حدرية. يعني يستغرب الواحد يسمع طريق أبو حدرية، رايحين أبو حدرية، منطقة أبو حدرية، ولكن لا ترى شيء في أبو حدرية. هذا أبو حدرية ما فيها شيء، ما فيها لا قرية ولا مدينة ولا شيء. هذه بحدري، وهذا مفرق اللي بيروح الأردن، بيروح سوريا، بيروح حفر الباطن، بيروح تبوك وعرحر. هذا يطلع الكبري، هذا يمي، هذا الكبري مثل ما تشوفوا حفر الباطن عرحر الأردن، يطلع الكبري يروح يسار يوديه إلى الأردن وسوريا ولبنان والمناطق الشامية، الشام كله، يقولون الشام شامك إذا الزمان ضامك. يبدو أن المثل قديم، لأن الشام الآن منظام. أي نعم، الشام الآن منظام، الشام هو محتاج من يضمه. والله المستعان. وبعد المفرق جينا مفرق راس الخير، مدينة راس الخير الصناعية، الجبيل الدمام يمين راس الخير. جينا الآن ونروح لحمزة، تذكرون حمزة الخباز اللي يسوي خبز بالجبن، ونروح له إن شاء الله ناخذ من عنده خبزة بالجبن وشاي بالحليب. هاني محطة حمزة، الآن مقربين على المحطة بعد أبو حدرية مباشرة، وبعد مفرق راس الخير. هذه المحطة اللي فيها الخباز حمزة، يسوي لنا خبزة ويقرمشها ويحط لنا فيها جبن، كثر الجبن وشاي حليب، والحمد لله. جايينك يا حمزة، جايينك. يلا جهز التميز، الله يعطيك العافية. كم باقي على الكويت؟ 255 كيلو، والخفجي 135،
255 كيلو طبعا إلى الكويت العاصمة داخل الكويت. أما حدود الكويت باقي 140 كيلو. وهذه المحطة اللي هي حمزة، وهذاك مخبز حمزة. حمزة اسم جميل، حمزة بن عبد المطلب عم الرسول، واسم حمزة من أسامي الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم جمعة، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. وهذا مخبز ربيع الخير، وهذا حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام، خير شاف. كيف الحال يا حمزة؟ كويس. شبكة هنا في مكة. سوي واحد جبني. واحد جبني. واحد جايز. هنا. شوف هذا جبني. ما شاء الله جاهز؟ ما شاء الله، يلا أوكي تمام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، مقرمشة مضبوطة اليوم. وصلنا المنفذ السعودي مع الكويت. الكويت يسار، الخفجي يمين. هذا الخفجي، وحنا في موسم الحبحب او الرقي، هذول اللي يبيعون الحبحب. ولكن عندهم شيء زين اليوم، هذا عنده نسمعه شيء حلو. الونيت هذا المنفذ أمامنا مباشرة، منفذ الخفجي، منفذ الخفجي السعودي. آخر الشتاء العام أو السنة آخر الشتاء كان مطلوب فحص الجواز بالسفر. الآن تغير الوضع ورجعت المياه لمجاريها، أصبح السفر بالبطاقة فقط غير مطلوب فحص. لكن صارت التطعيمات في النظام مسجلة، يعني اللي مطعم يبين عندهم في النظام، ما يحتاج يقول لك جيب صورة أو شيء. والحمد لله أنا مطعم 3 تطعيمات والأمور تمام. صار السفر مثل السابق، تسافر بالبطاقة الهوية الوطنية فقط بالنسبة للخليجيين طبعا. وهذا المنفذ يطل علينا من المرتفع اللي احنا فيه، هذا هو قسم اليمين الشاحنات والسيدة الركاب السيارات الصغيرة. ولا تنسونا يا اخوان بالاشتراك وباللايك، اشتراك ولايك تفعيل جرس التعليق، بارك الله فيكم، شجعونا ادعمونا، الله يعطيكم الصحة والعافية، بارك الله فيكم. وهذه بوابة الجمرك السعودي، وهناك منطقة الجمرك والجوازات. طبعا اول شيء الجمرك نطلع ورقه للسياره، وبعد الجمرك راح الجوازات، وبعد الجوازات ندخل ان شاء الله الكويت. ما
منطقة الجوازات وبعدين الجمرك الكويتي. الساعة الآن 10 صباحا تماما، 10 صباحا تماما، واليوم جمعة أكيد ما في زحمة يعني الوقت هذا، بس بالليل اليوم يصير زحمة. وهذه منطقة الجوازات، تشيك على الجوازات مثل ما قلت، يعني نسافر بالهوية الوطنية. وهذه البوابات الجديدة في السعودية، بوابات الخروج، بوابات الخروج من المنفذ، كان أول واحدة بس الآن سووا بوابات جديدة حديثة، هذه كلها بوابات حديثة، هذه كانت السابقة هنا. هذا كل الجوازات يعني في فترات الزحام وكذا يصير في بوابات واجد للخروج. هذا طبعا آخر شيء بوابة، هنا شيء العسكري وبعدين ياخذ الورقة حقت الخروج هذه ونطلع. طلعنا من السعودية داخلين على الكويت، وهذه اللوحة تقول رافقتكم السلامة منفذ الخفجي المملكة العربية السعودية، هذيك الكويت أمامنا، مسافة تقريبا 2 كيلو، المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت. هذه المنطقة ما شاء الله في الربيع، موسم الربيع تصير كلها خضراء وكلها ورود، تصير جميلة المنطقة هذه، والريحة تصير فيها كأنك ما شاء الله في مصنع عطور ريحة الورود، وأجمل من ريحة المصنع العطور، لأنه طبيعي ورد طبيعي يعني، تكون ريحته خفيفة وحلوة. هذه بوابة دخول دولة الكويت، اللوحة الزرقاء هذه الشاحنات فقط، واليسار السيارات الصغيرة من الشاحنات، يدخلون الشاحنات هنا إلى جمرك الشاحنات، والسيارات الصغيرة مع البوابة هذه. اليوم ما شاء الله الجو صراحة يعني ما نقول بارد، بس يعني فيه اعتدال يعني شوية الحمد لله، يعني ما زلنا في الصيف، احنا في شهر اغسطس يعني امامنا، لكن التحسن في المناخ ملحوظ اليوم صراحة الصباح الفجر. وهذه دولة الكويت، وهذه الكويت وصل على النبي، هذه الكويت وصل على النبي. اين اللي شاهد يقول هذه الكويت وصل على النبي، واذا كان كويتي يقول يكمل الباقي، هي ديرتنا يكمل باقي، هذه الكويت وصل على النبي وهي ديرتنا. هذه منطقة الجوازات، هذه الكويت، هذه الكويت، صل على النبي، هي ديرتنا، هي ديرتنا، هي ديرتنا وفيها اللي نبي، هي ديرتنا وفيها اللي نبي. الجوازات وعلى التأمين السيارة، وبعدين يقول لك تفضل سلامتكم. هذه منطقة الجمارك، وخلصنا من الجمرك، هنا التأمين اللي بيسوي تأمين للسيارة، وهنا اللي بيسحب فلوس كويتي طبعا بالبطاقة السعودية. هذه البوابة هناك العسكري يشيك على أوراق، وبعدها تكون بالكويت إن شاء الله. وصل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله.
ودخلنا الكويت والحمد لله مدينة الكويت. البنزين طبعا على الآخر باقي ربع، والبنزين في الكويت تعتبر الآن الكويت أرخص دولة في العالم يمكن في سعر البنزين. كانت السعودية الآن أصبحت الكويت، البنزين 50 لتر تقريبا ب4 دينار، يعني 50 ريال، يعني تقريبا اللتر بريال واحد. نعم، احنا عندنا في السعودية ب2.38 ريال اللتر الواحد. ابي بنزين وتوكل على الله ان شاء الله. رحلتنا اليوم ما فيها شيء كثير يعني، ولا ندري ايش يصادفنا وماذا سيكون، ولكن يعني هو توثيق للرحلة ولإجراءات الدخول والسفر في شهر أغسطس العام 22، عام التغير المناخي، تغير المناخ في سنة 22. والله كريم. وإيش المطلوب للسفر والدخول لدولة الكويت؟ طبعا هو السفر لدولة الكويت والبحرين وقطر والإمارات كل نفس الشيء طبعا في الوقت الحالي، يعني بعد أزمة كورونا صار السفر متاح بالبطاقة، يعني الإجراءات صارت خفيفة، واللي مطعم 3 تطعيمات أمورها طيبة إن شاء الله. وهذه الشجر فيها عشاش كثيرة، العصافير معششة كلها عشاش ما شاء الله، عصافير كثيرة هنا في هذه المحطة، كل هذه عشاش. عبينا بنزين نتوكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا كريم. 3 دينار، الله يدوم الرخص، يعني 37 ريال تقريبا. عندنا ممكن 80 ريال، فرق واجد. هذه منطقة خيران كلها شاليهات على البحر، إذا تشوفون في الخريطة تشوفون كيف الشاليهات على البحر مسوينها، يعني مثل الجزر، هذه كلها شاليهات بحر، كلها فلل وبيوت وشاليهات، منطقة جميلة وحلوة على البحر. على الخريطة هذا شكلها، يعني إذا بغيت أقول شيء وسكت، بغيت القمر الصناعي عشان أوريكم كيف شكلها. يعني هذا منظرها، منطقة الخيران، شاليهات البحر مسوينها جزر. صفوة للربيان، عرض صفوة للربيان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مركز صفو لبيع الأسماك والربيان، جاب لك من يوم حجم ونظافة ولون ولا يفوتكم يا عيال. مدينة الكبيرة الحمراء يا عيال، فرش مال الطران، فرخ الجامبو ب1100 ريال بالتكشير والتكييس، وعندكم الكبير الممتاز 750 ريال بس، وعندكم الكبير العادي عليه عرض يا شباب. الكبير العادي مو وسط كبير، البان ب650 ريال 32 كيلو بالتكشيف والتكييس، وعندكم الوسط الممتاز حبة وسطية وحليوة وكبيرة
تصلح حق البرياني والكبسات على 550 والبانتين ب 1000 ريال بالتبشير والتكييس. وحياكم الله. كان هذا عرض الربيان لليوم الجمعة، اللي يبغى يشتري ربيان، اللي يبغى ربيان، هذه أسعار الربيان، أسعار السلة، السلة 32 كيلو، أسعار حلوة. هذا طبعا صفوة عندنا في السعودية بعد الدمام في المنطقة الشرقية. ما زال العمل قائم على المشاريع الضخمة في الكويت، في الطرق والكباري الحديثة على طريق الملك فهد، وعلى في داخل الكويت، ضواحي الكويت كلها على قدم وساق، مشاريع ضخمة للطرق وللكباري. ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل وشيء عظيم، تسهيل حركة المرور. أبو فطيرة، ولا أعلم ليش يعني سموا أبو فطيرة بهذا الاسم أبو فطيرة، فيمكن في محل يسوي فطيرة كان مشهور وبعدين سموا المنطقة أبو فطيرة. يعني ممكن الواحد يقول الكلام هذا بس ما أتوقع إنه صحيح. على كل حال، هذه منطقة الفحاحين وباقي 11 دقيقة على أبو فطيرة. نعم، وإحنا الآن في طريق الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. المنقف، المنقف والسواق العزيزية والصباحية، هذه على اليمين، واللي على اليسار هذه أم الهيمان.
القنطاس يمين، القنطاس منطقة تقع على البحر الخليج العربي، منطقة القنطاس كانت سابقا منطقة شاليهات وبحر، والآن أصبحت منطقة يعني سكنية. هذا البحر والقنطاس. ومنا أبو فطيرة، احنا رايحين لأبو فطيرة. هذا المسجد الجميل ما شاء الله، وهذا طريق أبو فطيرة. أبو فطيرة يا أبو فطيرة، هل جعلت فطيرة باللحم ولا فطيرة بالجبن؟ أخاف بعد يطلع أبو فطيرة اسم يعني شخص، شخصية عامة هامة، بعدين يقولون أنت تعال تقعد تقول أبو فطيرة، فطيرة لحم وفطيرة جبن، وأبو فطيرة هذا رجال شخصية هامة وعامة. الله المستعان. ومن دخلنا منه، دخلنا طريق ترابي. ليش؟ والله جوجل قام يحط حتى الطرق الترابية. بدينا طريق مختصر، يمكن هذا الطريق الترابي. في مشاريع ضخمة هنا، مدري ايش قاعدين يسوون، تريلات وحفريات، يمكن شبكة مياه او شبكة اتصالات. هذه منطقة ابو فطيرة. عليها منطقة حديثة، شوف معظم البنيان حديث. هذه منطقة أبو فطيرة. أبو فطيرة هذه منطقة أبو فطيرة. قطعة ثمانية، قطعة ثمانية. يا الله يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم. اوف الجو حار.
صوت المكيف مأثر على الصوت، يطلع بالصوت. طريق الدائر الرابع، منطقة السرة على اليمين والجابرية قدامنا بعد الكبري. أنا رايح الحين منطقة الرميثية، منطقة الرميثية هذه منطقة السرة. وهذه منطقة حولي، على اليسار حولي وهذه حولي وهذه الجابرية. سالمية مباشرة في نهاية الطريق، سالمية يسار حولي واليمين الجابرية، هذه حولي حولي يا حولي. مباشرة منطقة سلوى والرميثية، هذه منطقة الرميثية.
هذه منطقة سلوى على اليمين. أسامي نسائية رميسية وسلوى. والجامع اللي شفتوه هذا بالرميثية. دقائق القديمة إليكم هذه التلاوة للقارئ عبد الحكيم الصافي الترتيل المبارك من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين.
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية هدى أسعد الله صباحكم بكل خير مع طلة نور الفجر بعد صلاة الفجر بدأ النور يشق السماء يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طريق قطر اليوم السبت 27 أغسطس 2022 ما زلنا في طريق العجير العجير الأحساء وبعدين طريق الأحساء سلوى. أسعد الله صباحكم والله يعطيكم الصحة والعافية. اليوم عندنا إن شاء الله مشوار إلى قطر، قطر إن شاء الله عندنا مشوار إلى الرياض بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ييسر أمورنا ولا تنسون الله يعطيكم الصحة والعافية بالاشتراك وتفعيل الجرس. اشتراك وتفعيل الجرس لايك وضعف التعليق. بارك الله فيكم. وهذه اللوحة تقول باقي على أحسن سلوى بس الرقم هذا غير صحيح، أكثر مكتوب 187 بس غير صحيح. حي على الصلاة حي على الفلاح.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سلوى أمامنا مباشرة مرحبا بكم في منفذ سلوى الساعة الآن 4:57 صباحا بدري جايين الحمد لله الأجواء زينة ما في زحام أعتقد أنا سمعت يقول أنه فتح المنفذ الجديد في سلوى كانوا مسوين منفذ جديد وشوف هذا مسكر صار في منفذ جديد الآن تغير المنفذ أول دوار يجيك روح يسار ما هو هذا صار مدخل هناك صار هناك منفذ سلوى المظلات هناك في مظلات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله منفذ جديد الحين مع قطر يعني بدل ما كان نجي سيدة من هنا من الدوار روح سيدة الحين لا تجي من الدوار تروح يمين يديك على المنفذ الجديد مرحبا بكم في منفذ سلوى ساعة
صار منا المنفذ، شارع جديد وطريق جديد ما شاء الله. هذا المنفذ الجديد منفذ سلوى الجديد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شابع الإمارات شيء مرتب وكباين ومظلات، شابع منفذ الإمارات فعلا منفذ البطحة، هذا منفذ سلوى الجديد. خلصنا من الجمرك وهذا الجوازات أمامنا، هذه الجوازات ثلاثين، وهذه أمامنا البوابة الخروج. هذه بوابة الخروج من منفذ سلوى إلى قطر. ما شاء الله تبارك الله، منفذ جميل مرتب وشوارع جديدة وحديثة ما شاء الله. الله يدوم عزك يا السعودية. صوت شيء طقطق. طبعا قطر الآن مقبل على كأس العالم اللي راح يبدأ في شهر نوفمبر، وبالنسبة للسفر لقطر يعني من شهر أكتوبر أعتقد ما راح يقدر يدخل قطر إلا اللي معاه تذاكر، يعني يشتري تذاكر حق مونديال كأس العالم بسبب الزحام والتنظيم لكأس العالم. طبعا ما عدا المقيمين في قطر سواء قطريين أو أجانب، يعني بعد كذا اللي بيسافر قطر في خلال شهر اكتوبر خلال فترة كأس العالم يعني فترة كأس العالم ما راح يقدر يدخل قطر إلا يكون معاه تذكرة أو حاجة نسيت اسمها والله، بس لازم يصير معاه تذكرة لكأس العالم فقط. يصير زحمة قطر بداية شهر 11 ويكون الجو تحسن بعد بداية كأس العالم، وقطر تستعد لهذا اليوم صار لها يعني أكثر من 10 سنوات، يعني عملت الملاعب ونظمت البلد والطرق والفنادق كل لتنظيم كأس العالم، والله يوفقهم. كأس العالم حدث عالمي جميل ومئات الملايين أو مليارات البشر تتابع كأس العالم، وخلال فترة كأس العالم راح تكون قطر الدوحة واجهة إلى هذه البطولة وعيون الناس راح تكون على قطر في هذه الفترة.
أنا أعتقد أن يعني ما سويتها قطرة حتى أنها تكسب، يعني يكون مكسب مادي من وراء بطولة كأس العالم بقطر، تكلفت الكثير، ربما مليارات حتى تنظم كأس العالم. ولكن أعتقد أن المسألة هي يعني أن تكون دولة قطر من مصاف دول العالم العظمى. يعني في زحمة هنا في الطريق، ما أدري ليش واقف الطريق. الظاهر إن التريلات سكرت الطريق لأنهم قاعدين يسوون الطريق هنا، يحدثونه عشان كأس العالم. الظاهر إن التريلات سوت زحمة. سكرت المنفذ اللي تطلع منه السيارات الصغيرة من كثر السيارات. ما شاء الله تبارك الله. فجأة لقيت السيارات كلها تدور، دخلوا غلط الظهر. الله المستعان. طريق الشاحنات. ايش هالزحمة هذي، تريلات شاحنات اليوم الزحمة، طريق ضيق جدا. يعني اتوقع ما يجي شهر اكتوبر الا كل هذا الطريق منتهين منه ومرتبين كل شيء. اكيد هو الطريق كان ممتاز، بس اكيد مسوين تعديلات عشان كاس العالم وتغيير مسار وتوسعة في المسار اكيد. ذاك المنفذ امامنا، اذا وصلنا البوابة خلاص، لان طريق الشاحنات يختلف. يعني السيارات الصغيرة ما في زحمة، بس شاحنات، شاحنات لأن يمكن توهم طالعين من الجمرك السعودي فأكيد مسوين زحمة. واشتكينا من الشاحنات الحمد لله. داخلين الآن على جوازات منفذ أبو سمرة القطري. حقيقة قطر عندهم تنظيم حلو، يعني كان في بداية أزمة كورونا كانوا منظمين الكباين أول ما تدخل عندهم، يعني أجمل شيء إن البلد لما تدخلها في كباين إذا تبغى شريحة تليفون، يعني هذه شغلة جدا ممتازة، يعني الواحد ما يحتار إذا يبغى يسوي نت ولا ياخذ الرقم. هذه الكباين أمامنا مباشرة مكتوب عليها خط، هذا كان تسجيل هنا تبع كورونا، وكان في كباين للشريحة النت هناك هذاك على شركة بريد وفيفا فيفادون ما اسمها فيفا وريد وكلها هناك الجوازات. هذه الجوازات أمامنا مباشرة، بعد الجوازات يجي الجمارك. هذه منطقة الجمارك. طبعا مسوين شغل جديد هنا في الجمرك لسه تنظيمات، وهذه كلها كباين جديدة، كل هذه راح تصير كباين. وهذا التأمين، تأمين السيارات، مسوي تأمين. أنا عندي تأمين جاهز اوريدي.
قطر. مرحبا بكم في دولة قطر. يلا الحمد لله راح نعبي بنزين ناخذ فطور نفطر عينهم الله خير. إذا المغسلة شغالة نغسل السيارة والله كريم. دخلنا قطر الحمد لله وطالع عندي صوت الظاهر احد المساعدات او الجنبينات اخترب اشوفه قام يطلع صوت صرصرة شديدة. هذه المحطة اللي بنروح فيها ان شاء الله ابي بنزين وما يحتاج بنزين خلي بنزين في الرجعة نفطر نشوف المغسلة إذا شغالة نغسل السيارة اللي غسل السيارة عندي ما أخذ إجازة مسافر الله المستعان. وواجدين والله هنا في المحطة إن شاء الله إن شاء الله. غسلت السيارة اتمنى تشتغل او لا في احد او لا يلا كويس شغالين غسل السيارة ونظفها. يغسلونها وينظفونها هذا this door no open no open this door هذا محطة البنزين هنا تغيير الزيت وهذا المسجد هنا الكافي قهوة اسبريسو امريكانو هذا سوبر ماركت سندويتشات عصيرات كل شيء موجود في المحطة. محطة 5 ستار دورات مياه الباب مفتوح ولا مسكر مفتوح شوي ان شاء الله. في عصير برتقال فريش؟ لا ها؟ فريش ما في؟ ما في واي؟ يستلمني كم؟ هذا مال سيارة؟ إيه ما يجي ها؟ بس ثاني مكان؟ ثاني مكان؟ في شغل هناك ها؟ بس يوم تأخير هذا مسيرة لازم تسيت أول صديقي بس الحين ما يعرف سيارة خلاص ولا شيء ما يعرف. واي ساندويتش هذا في ثاني في ساندويتش هنا؟ في هذا عبا ثلاثة مطاعم هنا وراك في هذا مطاعم. اوكي شوف كرك مقاميس خلاص 40 كله
هذا شنو مركب داخل الكرك؟ هاي سنجبيل وهيل بعد؟ هذا ها؟ شاي زنجبيل هيل شاي بس؟ شاي بالبهار شكر لا خلي معلوم شكر شاي معلوم بس زنجبيل هيل بس ها؟ زنجبيل هيل هذا فطوري لو يشمبر كل عصير بالسلام هذا عصير بسم الله الرحمن الرحيم خلاص أمك ترسي خايفة الفاتورة ماشين ماشين ستار إيه ستار خلصنا أفطرنا الحمد لله قسمنا السيارة توكل على الله قطار تميم المجد هذه قطار تميم وهذا طريق المجد يمكن انهم مسمين طريق المجد على اسم تميم المجد طريق المجد اسم جميل امجاد يا قطار ما شاء الله تبارك الله
عمان قطر. اليوم سبت عطلة أو سبت. العاصمة القطرية سوق واقف، لوحة تقول سوق واقف. السوق واقف من أهم المعالم السياحية في قطر، هذا اللوحة يقول لك سوق واقف، يعني سوق واقف حقيقة سوق جميل ويستحق الذهاب إليه والتجول فيه والتسوق منه. سوق شعبي تراثي عريق في قطر، ومن أهم المراكز في قطر للتسوق وللتجول وللسياحة. بس للأسف ما عندي وقت، والله لو عندي وقت كان رحت تجولت في سوق واقف. الله كريم، يعني سبق وأنت تجولت فيه عدة مرات وتسوقت منه عدة مرات وكذا، لكن برضو إن شاء الله إن شاء الله يرزقنا الله كذا بروحة، ونروح في موسم الشتاء القادم إن شاء الله. هذا على الأبواب شهرين إن شاء الله، باقي لنا شهرين نتجول في سوق واقف بإذن الله تعالى.
هذا المبنى الضخم مركز قطر لإعادة التأهيل، مبنى ضخم جدا. مبنى قناة الجزيرة هنا تنتهي رحلتنا إلى الدوحة قطر. يمكن يصادفنا شيء نصوره ويمكن تكون خلاص. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك، والله يعطيكم الصحة والعافية. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. أبو سمرة،
وبين أبو سمرة المنفذ 99 كيلو من داخل الدوحة المسجد محمد بن عبد الوهاب 99 كيلو للحدود. اطلع اطلع يلا يلا دحينك. هذا جامع محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، أكبر جامع سبق وسويت عنه فيديو وكتبت عنه نبذة أهدافه وتاريخ إنشائه والمراد من هذا الجامع ماذا يكون، وشيء جميل صراحة. بس كان التصوير بالليل واليوم كذا نظرة سريعة بالنهار على هذا الجامع الجميل. يعني شو المواقف هذه كلها خاصة بالجامع من عدة جهات، عدة جهات الجامع. وهذا الشارع اللي خلف الجامع اسمه شارع المهندسين. هذه الحديقة وقت الجامع، جامع كبير صراحة، يعني ما نستطيع أن نصوره عن قرب، لازم نكون بعيدين عنه عشان نصوره. يعني مواقف فيه فوق وتحت، يشيل عدد كبير من المصلين. راح اكتفي بجزء بسيط بس يعني من الجامع. شوفونه بس كذا، شيء مرتب صراحة، وتصاميم إسلامية وبنيان جدا جميل. هذا مدخل النساء. نستطيع نشاهده من ضخامته ومن حجمه، ما شاء الله تبارك الله. وعلى الشارع الرئيسي، الشارع العام هذا، هذه على الواجهة الأخرى للجامع وحديقة الجامع. هذه كلها الحديقة تابعة للجامع.
متوجه للسعودية الآن، توكل على الله. هذا كله تابع للجامع. وهذه الحديقة بعد مقابلة للجامع الجهة الأخرى من الشارع. الساعة الآن 11:30 قبل الظهر، والجو صار حار، الشمس حارة، الله المستعان. إن شاء الله طالعين من الدوحة إلى الرياض، توجهين إلى الرياض. شوي وابطرنا، عيننا من الله خير وارتحنا، متوكلين ان شاء الله الى الرياض. تقريبا 500 كيلو الى الرياض، 580 كيلو، 580 كيلو الى الرياض. لا الطريق الان سيدة، مسافة 100 كيلو تقريبا للحدود، و 480 كيلو للرياض بعد الحدود. توكلنا عليك يا الله.
هذا ريوق أم عائشة، ريوق أم عائشة، بلاليط والقيمات وشغلات حلوة، بلاليط شعرية بالبيض وشغلات حلوة يعني. أفطرت منه يعني، أكلت منه شغلات حلوة لذيذة كذا يعني. بسم الله، شعرية وبيض، بسم الله. عصيدة، هذه عصيدة بالسمن عليها بيض، لذيذة صراحة. وهذه ما عرفتها بس طعمها لذيذ يعني، ايش هذه ما عرفتها والله، بس ان الطعم لذيذ. تمر بالسمن بس ما عرفته. هذه قميات، هذه قميات او لقمة القاضي. وهذه السمنة، هذا صحن أمي عائشة. أمي عائشة، شكرا يا أمي عائشة، الله يعطيك العافية، تسلم يدينك، ما قصرتي، بارك الله فيك يا أمي عائشة. هذا البحر، بحر قطر. سبق وصورت، صورت هنا بالضبط هذا المكان بالتحديد، صورت عند منفذ أبو سمرة، هذاك منفذ أبو سمرة قدامنا مباشرة. هنا جيت هنا وقفت صورت، هذا البحر حلو صراحة. قربنا على منفذ أبو سمرة، أبي بنزين ونصلي، عين من الله خير، توكل على الله. وننزل نصلي الظهر والعصر جمع قصر. الله يا كريم، هذا منفذ سلوى الجديد. كنا طالعين منها والحين داخلين، والله منفذ جميل مرتب حلو. خلصنا الجوازات وامامنا الجمرك، جمرك السعودي، جمرك سلوى مع قطر. هذا طريق الحفوب الرياض، احنا طالعين مع طريق الحفوب الرياض. طوفت اللفة انا بعد، الله المستعان، راح نطلع الكبري وارجع مره ثانيه، الله المستعان. انا بغيت طريق الرياض اللي من الدمام، بس هذا وداني طريق الحفوف الظاهر عن طريق حرض، الله المستعان. وهذه منطقه الحسا، هذه جبال الحسا او الحسا الحفوف.
الرياض ومكة المكرمة، وسلوى وقطر والإمارات سيدة. العالم مسافة 300 كيلو تقريبا، طريق مستقيم ما فيه لفات. نعم أطول، اكتب في جوجل أطول طريق مستقيم في العالم يطلع لك الطريق هذا. احنا في المنطقة اللي فيها لفات لسه على الطريق المستقيم قدام. الرياض هذا الطريق الآن يودينا على طريق الرياض الدمام.
باقي 112 كيلو إلى الرياض. 112 كيلو إلى الرياض. ينتهي طريق النحس الهفوف. الطريق الهفوف باقي 111 كيلو. وهنا في هذه النقطة في هذا الدوار ينتهي طريق الهفوف الرياض. وصلنا إلى الطريق اللي هو طريق الرياض السريع. طريق الدمام الرياض. هذا اللي بيروح الحسا يرجع يروح مع الطريق اللي جيت معه. وهذا طريق الدمام الرياض. يعني باقي لنا على الرياض ان شاء الله 111 كيلو. 111 كيلو. طريق دم الرياض، دمام الرياض، الطريق السريع. الحمد لله. يعني ساعة وربع إن شاء الله نوصل الرياض بإذن الله تعالى. على 6:15، 6:15 مساء. وصلنا الرياض والحمد لله. هذا مدخل الرياض. وهذه الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين. هنا الرياض بعد أزمة كورونا، بعد عودة المياه إلى مجاريها بالحياة الطبيعية. مجمع الملك عبد الله الاقتصادي. وهذا كوبري مترو الرياض. حي السفارات بالرياض. حي
السفارات في الرياض باقي 16 كيلو. حي السفارات، حي راقي جدا، في سفارات يعني، السفارات موجودة في هذا الحي، من المواقع المهمة يعني، والراقي والحراسات، في حراسات جديدة في هذا الحي، جميلة مباني جميلة. هذا منظر الطريق في الرياض، والخريطة أحمر من الزحمة، طريق الدائري الشمالي، والله المستعان، استاذ الملك فهد، مشى السفر.
ليلة أحد، ليلة الأحد 29 أو 30 ما أدري عاد 30 ولا 1 1 0. ما شاء الله تبارك الله، محطة البنزين تقول مدينة تقول حج، ما شاء الله. هذا اللي طالعين من الرياض إلى الدمام، ليش الزحام؟ هذه محطة بنزين، محطة أدنك تابعة للإمارات. ما شاء الله تبارك الله، حتى الفندق دورنا في غرفة قالوا مليان ما في شيء. الساعة 8:11 يعني وقت ذروة حركة الناس، صلاة عشاء. هذا بجاع، بجاع الرمان، هذا بجاع الرمان ورطب الرمان زين، هذا بجاع الشمام حب حب. ما في ديسكاونت؟ الله يعطيك العافية، ما شاء الله ما شاء الله، مش هالزين هذا. أقول مش هالزين. هذا حق هاي 35. من الحين ولا ايش؟ هاي. أشوف ذوقني الله يعافيك. شاب؟ ذوقني أشوف. أبشر أبشر. وش هو برحي ولا برحي؟